ثم الصحبة، فقال له ابن سويد: أقسمت عليك بالمسيح إلا ما رأيت سبب موت هذا المسجى. قال: اكشف لي عن باطن كف. فكشف له عن باطن كف الإماية، فأخذ ينظر فيها ويهز رأسه. قال ابن سويد: أخبرني ما رأيت. قال ابن سويد: هل لهذا الرجل من عشيرة؟ قال: بلى، هذا موسى بن جعفر سيد بني هاشم. قال ابن سويد: ابعث إلى أهله فليحضروا وليطلبوا بدمه، فإنه ما أنت مسموما يا أيها إماما والسيدا. يا عينه اللي بالدمع واملي الأرض دم، عالكاظم اللي بالسجين عانش كثرها، يا عينه اللي وغرقي في جوج البراري، لا يبقى دمعك بس يهيل وبخد جاري. اشكي مصاب بالقلوب لله الباري، والله العليم بلوعتي وبحالي اعلم. وإماما ما اريد اعدد بالجرح على العترة وش صار، وادري الجروح لتستعير وسط القلب نار. لا حنتلوح لا جنتلوح للنظار، كل ساعة أفكار ولساني ما يقدر بعيد حسرة يتكلم. شذكر وعدد من مصار يبقى الهاشم، وكلهم يا ويل اش قد لقاو بالهم مضال. هم عترة الهائد النبي ومنهم الكاظم، عن المآسي وبالظلم جبدي تخذ. دولة على ظلم الملل تأسس حكمها، والأدهل أولاد النبي طافح ظلمها. جت للأيمة لنصباح أعظم جرمها، يتأخر الحر والعبيد هو يتقدم. وويله عالكاظم اش صار وسدى من جور هارو، ضيق عليه ولم صباح تاليها مسجود، ينحب عليه بكل وكيت يا وصفها الكون، وبغيبته الكون انفجع وبحسرة أظلم. يا وصفة من سجن السجين قضى حياته
وشاف البلاء يب محنته الغاية ممات بالحظة ذل بهالسجين تشهد صلاته وهيهات مثل بهالبلد لحظة يتقل خلى السجون المظلمة بذكر الله تزهار واصبح دعائي هدمي صروح التجبر مو عجبة هذي والأصيل بالحملة حيدا وهو اللي لصنام الشرك بالعزة هدى بعد اللي شافه من البلد ومن ثقل انجاد وعد محبيه الفرج يم جسر بغداد والشيعة ظلت بالأمل ترتجي الميعاد أيام مرت لنصبح هالجميع عملت هالشيعة ظلت بالأمل يرجع أملها وما كانت تفكر وسيف راح من دم تبكي ومثيل جمر الغضب أصبح بجيها من سمعته بنجل الوصي يا حيف من سام هذه مصيبة وما أظن تحصل مثلها والشيعة ما كانت ضيئين تفقد أمل شافت جنازة واربعة تولوا حملها والدين واسفق ميتته كاظم تيده اعوان هارون الرجيس بالغي والاحقاد شالت نعش ابن النبي وصاحت بالعباد هذا إمام الرافضة يا أهل بغداد للي يريد الفرجة خال يجي تقدم الله يدن يشهل فعل الومرج عجايب شتت آل المصطفى وتعلى النواصي مهما يكون من الدهار تبقى الغوالي من جل خلايق والظلم تالي هيندن عالكاظم تهل يا وسيف دمعات كثرة يوم التشيع وبهضو حضرت الزهرة لكن لصعب عالطهور وافجعها أمره ذاك اللي طاح بحومته
صدر تهشم. أيوة حسينا باليم صارت ذبحته بكل الأيمة، أعظم مصيبة وظل يسيح على غبر دم. تسعر ضماير شيعته من طاح جسمه، ولمصيبته بوسط القلب منصوب مات. أويلي 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 أويلي. أيوا إماما وسيدو يا رجوانه يا رجوانه يا ابو الرضا يا رجوانه يا رجوانه يا رجوان يا ابو الرضا يا ابو الرضا اهل الكاظم جينا مشاي وبلا طعم وهاي قراية والشيعة كلها نعاية، ما تريد ندخلك مولانا يا رجوان يا رج يا برضى يا برضى يا يا ابو الرضا. احنا صيحنا ولزيارتك كلنا ودنا، بصحنك يا رب اجمعنا وتسمعها انت نخوانا يا رجوان. ايه يا رج يا برضى يا برضى بالحضرة نسوي الماتم وننجي فاطم ويا القائم، حاجات تطلبها الوادم يا الكاظم حقق منيانا يا رجوى يا رجوى يا برضى يا برضى. جينا بحسرة وانهي العبرة، نوقف كلنا على قبرة ونعزي طه والعترة وزيارة نقرأ المولانا يا رجوان يا برضى يا برضى. نذكر السطرة والعصرة والضي العين اللي متكسرة، حدار ظل ينحب عالسهرة شافيها كل مرضانا يا رجوان يا يا برضى يا برضى. نسأل الله بجاه مصابك إلى خادم أهل البيت حسن علي البلادي. نسأل الله بجاه مصابك كل حاجة تقضي لأحبابك، وقفت كلها بصاير بابك يا
جلي باسمك رف الوانا يا رجوانا يا برضى يا برضى آه مولانا صيحنا يا الغايب ندري قلبك بالهم ذايب عجل عجل قومي وطالب اظهر واقهر كل اعدانا يا رجوى يا رجوى يا برضى يا برضى الله الله الرضا وين كبد ابوه مقطعينه الله الله الرضا وين كبد ابوه الله الله الرضا وين كبد ابوه مقطعينه الله الله وسط طامور امامي بالسموم مرمرينه الله الله الرضا وين ذاب قلبه من فعلهم بالحديد مربطينه الله الله الرضا وينه ساق احمر دم ينزف شده ويساره ويمينه الله الله الرضا وينه رقبته حط السلاسل مثل جده ابن الامينه الله الله الرضا وينه هموم مقطعي وكل ساعة ابن شاهق يصدر بحقد وضغينة الله الله الرضا يشتم الزهر بكلامه وسيدي عالي ونينة الله الله والجنين اللي ببطنها ما كمل ومسقطينة الله الله هذه صقرة ورثتها مثل خدها الصاطرين الله الله الرضا قطعوا قلبه بسجنهم وبشماته شايلين الله الله الرضا عالجسر جابوه قوة وبقساوة ذابين الله 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 الرضا وين بالسموم مقب عالجسر جابوه قوة وبقساوة ذابين الله الله والعدو يرفسه برجله مثل جده الذابحين الله الله ما سمعنا يا الحبايب عالصدر ذبحة وجنينة الله الله ولا خيول عليه ركضت بالحوافر طاحنينة الله الله ولا نرفع راسه بخطي واخته قباله حزينة الله الله لا بنات على هزيلة تصيح بويا سالبينا إلى الشاعر الأديب عبد الإله علي المهنة ولنرفع راسه بخطي واخته قباله حزينة الله ولا بنات على هزيلة تصيح بويا سالبينا الله الله كتفه بحبال حسرة ويندب وحامي الطعينة الله الله موسى بن جعفر دخيلك في أمانك يا ولينا الله الله يا رب يا رب مجلسك مولاي حرسك دوم هالخدمة علينا الله الله
عيد العيد مجلسك مولاي حرسه دوم هالخدمة علينا الله الله بحقده اطفاء نور الله في اي بغداد بالسجن بالتعذيب حتى سمه لم يدر أن الله بي المرصاد فانظر إلى موسى بن جعفر لم يزال شمسا تضيء لعالم الإيجاد وانظر إلى هارون أصبح سبة تجري عليه لعائن الأباد ورد الملا ورد الملائك لعن هارون الخنا وعلى ابن جعفر بالصلاة مظلوم نعش على الجسر ما حد اجا وشاله بربع حمامين نرفع وتخشخش غلاله مسجون شان بكل سجن ما ينعرف الصبحة وبدعاء لما ينقر نعرف عظم جرحة وصار الفرج لجل حزن ما بيبد فرحة مسموم موسى من رجاء يا مفطور دلال بغداد يعني بغرب تراهب بني هاشم جايبه وجسمه من تحل ما بي عضو سالم متعذب بسجن انغدر ويلي على الكاظم لو نتغير من اثار سم اللجال الله يا كبر العجب بالكاظم وفاته بجسر الرصان فهل الحزن من كوس رايات ما شفنا ميت ترفع بتشيع شمات والسند صاح الرافضة تقصد ذلالة معلوم زغرة
فلا افتحت شمس الظهر متوسد الغبرة كنا الحسين بكربلة وبلا قطع نحرة اي ولا عاف ما بين الخدور ملهوف اطفال ويل ويل كلنا نعلم ان الامام سلام الله عليه يعني باب للحوائج ونحن في هذه الليله الشريفه عظم الله اجركم جميعا نسال الله بجاه أن يقضي حوائجنا جميعا ننخاه نخوة خدز يا الكاظم احنا شيعتك ننخاك ننخاك نقسم عليك بغربتك ننخاك ننخاك كل مقطع أجيبه أنت تقول وراي ننخاك ننخاك بس يا الكاظم احنا شيعتك ننخاك ننخاك نقسم عليك بغربتك ننخاك هلا بخدي السجيل من سطر ويا ضلع هل من كسر مولاي تقضي الحوائج يا ذخر جينا نلوذ بحضرتك ننخاك ننخاك جينا نلوذ بحضرتك بالمحسن وحدر علي بالمحسن وحدر علي والله والله لما انت قيد يا الولي فرج هموم المبتلي وامسح علينا بيمنتك ننخاك ننخاك وامسح علينا بيمنتك يا ابن الوصي فارس مضر خاك ننخاك يلي الجبد منا انفطر ننخاك هلا سلمنا من جور الدهر ننخاك وبلغنا دوم زيارتك ننخاك يا رب يا رب وبلغنا دوم زيارتك ننخاك بجاه الرضيع اللي انفطم ننخاك ننخاك بجاه الرضيع اللي انفطم من صوب ذاك السهم ننخاك ننخاك تشفينا ويزول الألم وكل من تشمل رحمتك ننخاك ننخاك وكل من تشمل رحمتك جينا ونصيح بكل أمل بجفن أبو الشمال بطل من يتقبل هالعمل ما عندها غيرك شيعتك ننخاك ننخاك ما عندها غيرك شيعتك باللي الحجر صك جبهته وحسينا باللي الحجر صك جبهته جال السهم في مهجته وخرع الوطية بحسرته ننخاك لا تردنا بشيمتك ننخاك ننخاك لا تردنا بشيمتك باللي صعد صدر الشمر ويلي ويلي باللي صعد صدر الشمر بعد وقطع وريده يا ذخر عندنا حوايج وش كثر
مولانا واحنا بذمتك ننخاك ننخاك، مولانا واحنا بذمتك باللي ركبت فوق الهزل وقوة سحبوها بالحبل تسمع طلبنا يا نفل ابو مظاهر الاحسائي باللي ركبت فوق الهزل باللي ركبت فوق الهزل قوة سحبوها بالحبل تسمع طلبنا يا نفل وتحفظنا دوم بهيبتك ننخاك ننخاك وتحفظنا دوم بهيبتك ويل ويل من صابر الكاظم بسجن كبده من صابر الجاير السندي ويل من صابر ومن لهيب السم العبر من صبه تبكي مولانا ويل شجيه تبكي مولانا ويل العقل من شال شفت نعشة نعشة فوق الجسر من شال انحنى انحنى ظهر بثقل همي بثقل همي من شال من شال وعلى موسى دمعات جرية والله والله وعلى موسى دمعات وغلها وغلها كل بني العباس حاقدة وغلها عن نبي ولا يستعر غلها موسى هارون حابسة وغلها جفوفة ورجولة وروحة مسبية جفوفة ورجولة وروحة مسبية دمعة الحزن فاضت بين عيون عالخلص حياته بقعر السجون عالخلص حياته بقعر السجون غريب وما إله بهالدير اخوه مثل ما جال من امكان للامكان الظلم شتت اولاده بين ظلوا يعانون من جدل وغدر ظلوا يعانون من سجن السجن موسى تنقاب بس فايد الحقيد والشر تكبر
العمر عضل مطول الله يلعن طاب يا هارون يعرف به إمام الله للأمة من وجوده خفي يزول حكمه خلى الكاظم بطاموره ظلمه زنزانة وحرس بيها يحيطون زنزانة وحرس بيها يحيطون والكاظم جعل من سجنه محراب سجان اهتدى من الذنب هالمسجون هذا نسل الأطياب فرع زاهر بدوحة سيد الكون والله مولاي فرع زاهر بدوحة سيد الكون لا نسمة هوى الطيب جروحه ظلمة ولا ضوى بسجن يلوحه وبقرب الحزن المن يبوحه الميعاد الفر الشيعي تيتانون الميعاد الفرج شيعي تيتانو من بعد انتظاره بلف يا ويل لن جنازة بيد أربع حمامي وين الرافضة خلنا شهد شيل خابت يا وسب من بعد الظنون خايبت يا وسف من بعد الظلم ويلي ويلي لو تنشد عن مصاب وتسائل ما تبقى ما تنطوق بقيد السلاسل من جدم الدمى يا وسف سايل حضرت شيعت النعش يشيعوا حضرت شيعت النعش يشيعون عمر رشد دفنوه صبح قبر مناره يا مولاي يا مولاي دفنوه صبح قبر مناره يطلع للذهب نور بمساره صح جو الترب لكن بالقلب والروح مدفون لكن بالقلب والروح مدفون ويلي ويلي أيوة إماما وعي السيدة يا موسى الكاظمي بهاليوم اجيتك للسجن انعي هذا لسان حال الزهراء حينما جت الى ابنها موسى الكاظم تواريه اسمع ماذا تقول الزهراء يا موسى الكاظمي بهاليوم اجيتك للسجن انعي يعلم الذين ظلموا آل رسول الله يوم القلب ينقلب والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين وإلى روح الإمام موسى الكاظم عليه السلام وأرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات